انا عايز اخد دش. اطلع اطلع، عايز اخد دش. عادي، طب خش عادي. ما بيخشش، الباب اتقفل. يلا عشان خش افوق، عايز افوق، عايز افوق. فين الدش؟ اهو. ايه ده، الباب منين؟ مش حرف ليه؟ اصبر الله. انا خروج. المفروض انت تخرج الاول. ايه يا عم، انت عندك الحمام على احدث ديكور يا عم. اهو دخلت الدش يا دي اخيرا، عشان يفوق من السطل اللي هو فيه ده. ايوه كده، مش عايز يدخلني الحمام. ما عشان انا جوه، عيب. بدأ يفوق اهو شوية. كفاية يا عم، المية المية هتخلص يا عم، كفاية. خلاص كفاية كده، خلاص. خد دش فاق. يا دي النيلة، انت لفت ولا مش انت ده؟ لا مش انا، لا ده لسه مش انت، جالي حد عمل لفت، مش انت ده. بص انا خدت شاور حلو خلاص، بس تصدق برضو لسه مسطول. بقولك ايه، السطلان ده هنقعد في قد ايه ده؟ تعالى بره، تعالى عادي. انت يا عم في ستني خالص يا عم، انا خلاص خلصت كده كده، ما عنديش اي صوت، ما عندكش ايه. ما انا يعني مش لسه مصطوف. ايه ده، الله. وانا كمان خلاص. روح حسيت تاني. بص نروح بقى، ننزل ننط في المية، نكمل عوم. انت فين انا بشرب فوق. تاني يا عم؟ ما حرمتش. Hello. انت عمرك شربت خمرة في الحقيقة يا فادي؟ لا تعمل دماغ جميلة. تجربت ولا ايه؟ عيب عليك، انا جربت كل حاجة في الدنيا دي. اكزيت يخت كابن. انا هروح انط، هروح الجاكوزي، هروح الجاكوزي. تعالى تعالى الجاكوزي. جاي لك الله، يا مزاجه يا مزاجه. اخر كاس اهو طلع. طب يلا، بص هنط في المية على بال ما تيجي. انا هنط من الدور اللي فوق خالص. اوه حلو، او قفزة الثقة دي. الله، انت فين؟ طلعت اهو. طب نط لنا في البحر. تعمل ايه في البحر؟ عمال اعوم. انهي بحر؟ شفت فيه؟ نطيت من المركب انا. نطيت من المركب ليه طيب؟ ما بعوم، ليه طيب؟ عايز اعوم. تعال خد لك المية كم حلوة. موتوسيكل مائي. طب هاتوا. ايه ده، في طيارة هليكوبتر كده جميلة فوق. مستنى انا جاي لك اهو. طب تيجي اخر حاجة نعملها، نسوق الطيارة وننط منها في المية. مين ينط منها؟ احنا ننط في المية، نعوم من الطيارة، نعمل قفزة الثقة. أنا ما عنديش مشكلة. ما دي اسمها قفزة الثقة. ادي النيلة، دوار. مش عارف اطلع على اللانش.
سنديت الموتر، سنديت الموتر. انت بتكلم مين؟ بكلم ماي وايف. فين ده؟ بكلم في اللعبة؟ موبايل. لا 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 موبايل. انت مراتك اجنبية؟ امريكية. بجد؟ امريكية. انت كم سنة؟ انت كم سنة؟ انا 23 سنة. بجد؟ تخيل. خراب. معرفت اعمل يعني عنها. انت عايش في امريكا؟ كنت عايش. طب اركب يلا. ماشي. بص هننط من الطيارة في المية. ما عنديش مشاكل. مين ينط الأول؟ مع بعض يلا. طيب جاهز؟ مية. طيب ولا تنط فين؟ في المية. طب اطلع فوق خالص. طيب لا بس عشان ما نموتش. حبيبي يا نور. وين there is nothing that cold. I got no clue what it means really. انت بتتكلم انجليزي حلو. انت عشت كتير في امريكا؟ I will get on in a minute. انا كنت عايش في امريكا بس انا كنت انا مولود مصري. ايوه بس سافرت وعشت هناك فترة صح؟ عشت هناك فترة يعني بتاع سنة سنتين كده. يعني انت مراتك معاك هنا بس انت متجوز صغير كده. انا متجوز عشان دي كان الحل الوحيد اللي انت كنت سافر امريكا بيه يعني. جدع. بس انت عايشة هنا معاك؟ هي لا هي بتيجي فين وفين وانا بروح لها فين وفين كده يعني. بس فين وفين كتير يعني مثلا شهرين ثلاثة اربعة كده. طب بقول لك ايه؟ يلا ننط. ماشي. واحد ماشي اتنين ثلاثة. ثلاثة. هوبا. ايه ده؟ لا باراشوت. لا بتفتحش الباراشوت ده. الطيارة انا اهو. على فكرة ممكن نموت. نموت ليه؟ اصل ارتفاع عالي. انا مرة جربت انط النطة دي بس كان اعلى من كده مت اول ما نزلت في المية. طيب خلاص افتح الباراشوت. بتفلح ازاي؟ اهو من كليك شمال. انت فين؟ انا فوق اهو في الجو اهو. شايفني؟ شايف. تعالى طبعا على الشط. طب انت رايح فين؟ او تعالى على اليخت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هوبا اهو خلاص انا نزلت في الميه. ده انا نزلت بشنطة الباراشوت. ايه ده ايه ده؟ اللانش ده ايه؟ اللانش المنور ده؟ اليخت المنور قصدي. اليخت المنور احمر ده ايه ده؟ انا عندي اليخت منور برضه. طب ايه نعمل ايه؟ طب عمري ليه بس كده بس عمري اليخت ده. تعالى اليخت اللي هناك ده اللي اللي منور احمر في بامبا. نروح نرازف الناس وخلاص ونقفل. نروح اللي على اللانش اللي على اليخت. مفيش حد على اليخت. مفيش حد. طب ينفع نسرقه؟ لا تقريبا ما ينفعش. طب تعالى نشوف كده اي حاجة نعملها على اليخت ده ودي إيه؟ اخر حاجة نعملها تبقى دي نهاية رحلتنا النهاردة. ده من سويسرا صاحب اللانش ده من سويسرا. بس شكله لانش جامد. شكله لانش جامد. ايه ده يا عم؟ ده بص في هنا اضاءة حمراء جامدة قوي. ايه ده يا عم؟ ايه الشغل العالي ده؟ يا لهوي. بص اللانش ده. ايه اللانش ده؟ يخرب بيته. تعالى يا عم اطلع فوق. ايه ده؟ وايه الطياره اللي عنده دي؟ يا لهوي. هو اطلع فوق. ايه ده طياره زي اللي عنده؟ تعالى بقى هناك كده. بص هتلاقي اللانش بتاعنا هناك ازرق اهو على الشمال. استنى على الشمال. مش شايف حاجه والله. اهو يا عم. محشين يا عم. تعالى اهو جوه هنا كده هتلاقيه جوه على الشمال. شفته. بقول لك اللانش ده بيتساق والله. تقريبا يعني. ايه مش ينفع تصوت البتاع دي؟ بص احنا اخر حاجه نعملها ننهي بيها رحلتنا ان هنركب الطيارة وننط بس من ارتفاع منخفض مش هنعلى قوي. تعال بس نسوق نشوف اللانش ده بينفع يتسال اول ولا لا. ماشي.
انا قدامي دقيقتين نلحق نعمل كده. يتم على ايه؟ اصلا بقفل بدري عشان في البيت عندي بيناموا بدري. ارجع لورا ازاي؟ اف 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 ايه يا عم انت؟ اوه الطيارة جامدة تقريبا. اللانش قصدي اليخت ده بيتسمي هنا، ده من غرفة القيادة. طب ايه ده؟ انا مت ازاي؟ مش عارف النطه دي ما تموتش يعني. اصبر جاي لك اجيبك اهو. اوف هي انزل الميه بقى، هاتني من ازيك الميه. المايك ازاي؟ لا لا ايه، هي طياره بتطير بس. انزل وانا هحاول اطلع، هدوس اف او اي حاجه. ما هو استنى صدقني كان هيركب. ركب ايه ده ركب ركب صدق. سبحان الله. وده طبعا يا جي تي اي يا ناس تصلحوا المشكله دي. لا عادي، ما هي الطياره قربت منه فكانه اتشعلق في الطياره. ايوه المفروض يعملوا كده حاجه يبقى شكله الواحد بيتشعلق في الطياره. انا فجاه لقيتك اختفيت وركبت الطياره، هتوقف ايه بقى؟ اللانش ده شكله ما بيتسقش. ايه ده؟ مش بتاعنا. مش بتاعنا. لا لا بتاعنا يا عم. مش عارف اللانش بتاعك. ما اصل كان ظاهر في الماب ودلوقتي وقفي بقى. انا نطيت يا عم. دي ركنة ده جدعان، دي ركنة دي. ايه رأيك؟ بيساوي يا عم، بيساوي اغلبية. ارميها في البحر احسن. بس كده. يلا يلا ننهي رحلتنا بقى. بص بص بص، هننهي رحلتنا بغطس. يلا من هنا. يلا يلا هيطلع فوق خالص. طيب زي لا فوق خالص وغطس وخلاص. يلا استنى غطس من عالي. ايوه كده. ده في واحد جاي اهو، واحد جاي يضربنا وراه. لا يا عم اف. هضربه انا ولا لا اسيبه؟ شايفه ضربك؟ هيضربنا قصدي؟ الله اعلم. ايه ده؟ ده نطيت. اوبا انا نطيت. هيضرب اف. آه لو معايا صاروخ كنت طيرته. يا سبحان الله. اذا انا واقف عند الهلب بتاع السفينه ما ضربش علينا لغايه دلوقتي. شكله بيخطط. ايه ده؟ ايه طيارته دي يا عم؟ ايه ده يا عم؟ اللي قاعد بتاعت احسن منها اللي انتوا بتسعينا من شويه. اه ايه ده؟ ده هيجي يركن عندنا يا عم. هو مفكر ان احنا ايه؟ ده وقع لي، ده وقع لي الهليكوبتر بتاعتي في المايه عشان يركن مكانه. يخرب بيت غلسته. ده انا طالع له. استنى طالع له. لا بالراحه خلاص يا فادي مسامح كريم. ده فجر لي الطياره كمان بتاعت يا عم. لا يا عم ايه ده يا عم؟ ايه المرضيه دي يا عم؟ خد طيارته واخلع بيها، خد طيارته واجري بيها. طب ده جاي يعمل ايه ده؟ خد طيارته واجري بيها. اعمل له اي حاجه. بيحيينا. بص بيعمل ايه. ايه يا عم ده؟ ايه اللي هو بيعمله ده؟ اعملها ازاي الحاجات دي؟ بكبس لوك. ايه يا عم ده نازل؟ ده عمال يبرطع في اللانش بتاعك يا عم ولا كانه. ايه ده يا عم؟ ايه الناس دي؟ انا هاخد الافنجر بتاعته. يلا خدها واجري، خدها واجري. يا لهوي خدها واجري. بيجري يطلع على فوق. لا خلاص مش هو اللي سابها. خلاص فادي خدها وخلع. معلش يا صاحبي. ايه ده؟ غير غير الهدوم بتاعته ونزل على الميه اهو. الله الله الله. ده ضايق قوي ده.
ايه ده، انا ده انا دخلت في اوضه ال، لا زي ما انا. اوبا اوبا، ايه ده ايه ده ايه ده، لا لا هتفجرني الطيارة. اف اف، انا خايف يزعل. اوبا ده موتتني انا، يا لهوي بوصل خلاص الطيارة فين؟ كده انا. شفت الراجل لسه معاك. اللي عمال يلطم، ما هو والله عمال يلطم. قول له معلش معلش، ما يقصدش. معلش لسه سواق جديد. انا هاجي اتاسف له. هتضربه؟ لا هاجي اتاسف له. يا هتيجي ازاي كل ده يا استاذ فادي؟ يا لهوي ده مسافه كبيره جدا. بقول لك انا المفروض اقفل دلوقت. خلاص تمام ماشي ماشي، بس بصراحه كانت رحله مية مية يعني. والله العظيم انا اطلع على ولعنا الشط الدنيا. بقى انشف. انا اطلع على الشط بقى انشف عشان عندنا ايه؟ بقى انت لسه بتسجل طبعا يا استاذ فادي صح؟ ما كل ده بيسجل. طيب تمام، سؤال الحلقة بقى، ايه هل لو حد في اللي حد من في اللي بيشوف اليوتيوب دوت دلوقتي، لو معاه لانش زي دوت، يخت زي دوت، يبقى عايش معانا وبيلعب وكده، ولا يبقى حياته ايه؟ مش فاهم يعني ايه. حاول ابسطها لك، يعني في ناس في الحقيقة عندهم الحاجات دي، الدنيا بطريقة غيرنا كده. مالهم بقى الناس دي عايشة ازاي؟ حلو السؤال ده. نستنى بقى الرد بتاعه لما الفيديو ده يتحط على اليوتيوب. نشوف الناس هتقول لنا ايه. نشوف الناس هتقول ايه. ده الراجل ده يا لهوي، ايه ده الراجل ده تخين قوي، عامل زي يا لهوي. ده مش عارف اقول ايه عليه. ده انا فكرته ست. الواد في راجل هنا تخين قوي لدرجة ان انا فكرته ست. جسمه عامل زي لا، والبجح جاي يضربني كمان. يلا يلا مش عليا حركات دي. يلا ايه، يلا 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 يلا، موتت الكلب. بس انا الو، ايوه انتوا بتعملوا ايه الوقت؟ الراجل لسه قاعد عندك؟ لسه أظن عمال يلطم على الطيارة. نو أنا مين، أنا جاي أخدك أهو. لا أنا خلاص أنا هقفل. تقفل؟ طب خلاص قشطة. بس والله حاجات لذيذة، نبقى نعمل الكلام ده مرة تانية بقى. ماشي، عايز حاجة؟ حبيبي يا ربنا يخليك حبيبي. ماشي، باي باي. باي يا كبير.